اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. خليها سمك النهاردة، ولما نقول خليها سمك النهاردة أكيد المغازي حريص على إن السمك يكون في متناول الجميع. سمك البلطي طبعا 3 حبات في الكيلو 4 حبات في الكيلو، أنا جايب 5 حبات بلطي عاملين تقريبا للأمانة كيلو 750 جرام، يعني حاجة حلوة. أفكر أعملهم إيه؟ مقلي عملناه، مشوي عملناه، زيت وليمون عملناه، صينية بالبطاطس عملناه، إنما نعمله مع الرز دي حاجة جديدة. أكيد المغازي عنده تركاية لطيفة وجميلة، ونشوف إزاي السمك البلطي يتعامل بالرز المصري، يعني أكلة مصرية مصرية. معانا كمان السمك الفيليه القشر البياض، النهاردة هنعمله كفتة بالبرغل. تركيبة كده لطيفة وجميلة، اللي مش بيحب السمك مع كفتة السمك أكيد هتكون لطيفة، مع برغل هتبقى مقلية أو مشوية حسب الرغبة. نوع بطاطس النهاردة لطيف وجميل عشان الأطفال يحبوا يقعدوا على السفرة اللي فيها سمك، هنعمل لهم بطاطس مشوية بالزعتر والأعشاب، حاجة لطيفة وجميلة مش هتتقلي في الزيت، هتتشوي في الفرن. تفاصيل بسيطة ولكن في متناول الجميع. البساطة هنا لما نعمل السمك يكونوا حريصين ان السمك وسفرة السمك تناسب الصغير والكبير والكبير والصغير. تسمحوا لي اطلع فاصل او هتروحوا بعيد؟ رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف النهاردة مع بعض السمك البلطي من خير مزارعنا، اكلة مفضلة لكل المصريين. انا شخصيا بعشق السمك البلطي. تعالوا نعمله مع الرز. مقاديره على الشاشة. سمك بلطي 3 في الكيلو 4 في الكيلو، ولكن يتطلب ويفضل لما نيجي نعمله مع الرز نختار السمكة المتوسطة الحجم اللي تقريبا 3 يعملوا كيلو. المقادير على الشاشة. معانا سمك بلطي ومعانا رز مصري، رز مصري، ومعانا كمان شوية بهارات وملح وفلفل وبصل وتوم، ما ننساش الكمون والكزبرة في مقدمة التوابل. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، ولكن السمك البلطي على الشاشة بيتكلم مصري. سمكة بتلمع، لحمها نضيف من خير مزارعنا. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. كله دلوقتي هيقول لك يا شيف مغازي حرام عليك السمك فيه شوك كتير وازاي. تعالي معايا واحدة واحدة كده ونشوف ازاي نعمل شوية رز مع السمك. أول حاجة هنخلي الرز على جنب كده، وناخد السمك ده ندلعه، ناخد الراس نصنع منها شوية شوربة. يعني ايه يا عم الشيف؟ عايز شويه شوربه حلوين كده علشان الرز يشرب من طعم السمك. باخد الراس كده بشياكه من السمكه من غير ما اخد لحم. اللهم صل على النبي. سمكه بلحمها، خلي بالك السمكه مش بحجمها، اهم حاجه تكون السمكه دي ظهرها فيه لحم. حلو. الرز بتاعت السمك دي مع عود زعتر مع بصلايه مع قرن فلفل حار، معايا حل على النار بحطهم كده ياخدوا غلوه حلوه قوي. معانا عود كرفس بنحطه مع الشوربه دي، ليمونه مع الشوربه دي، وانا واقف كده ايه بسلم. عود زعتر حلو مع الشوربه دي مع بصلايه حلوه. بصنع شوربه دلوقتي، انا مش بستخدم مكسبات طعم خالص في الاكل بتاعي من يوم ما حضراتكم شفتوني. ادي البصل في قلب الميه، معانا توم في قلب الميه زي الفل، واسيبها تغلى على النار. نيجي لموضوع السمك بتاعنا. باخد السمك كده زي ما هو، بقطع الواحده على 2 بالشكل ده كده. هتسأليني تقولي لي ليه اخترت السمكة المتوسطة الحجم؟ الشوك بتاعها بيكون بسيط جدا غير السمكة الكبيرة. هناخد السمك ده بعد التقطيع دي كده هنتبله مع بعض ونشوف نتبله ازاي. الله، ايه ده يا عم الشيف؟ ليه كده بقى السمك كتير في ايدك؟ بركة، أكلة أمي بركة. أهو ده التوم في قلب التتبيلة، سنة شبت مع كزبرة في قلب التتبيلة، حلو قوي. عصرة ليمون صغيرة في قلب التتبيلة. خلي بالك دلوقتي انا هعمله مع الرز، هي دي التركية وده الجديد وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. طماطمية مبشورة في قلب التتبيلة،
اللهم صل على النبي. عود زعتر حلو في قلب التتبيلة. زعتر الطازة ده ريحته لطيفة، خلي بالك. شوية الملح بتاعنا بإيدك كده، بهاراتنا ملح وفلفل، كمون، كزبرة، الثلاثي المرح اهو، كمون، كزبرة، بابريكا. كمون ده أساسي، شوية كركم مع الفلفل بتاعنا. السمك يحب الكركم والكركم يحب السمك. أصبحت السمكة كده متبلة، هنمسكها كده بلطافة بإيدينا ونخليها في التتبيلة شوية كده. الله، زي ما أنا شغال. اوعى تحط بصل، بصل هنا هيديكي طعم تاني في السمك ويفصلنا. أنا حطيت توم فقط، خلي بالك كده التركاية بقى، توم، عصرة ليمون، طماطمية مبشورة عشان تديني سائل له قوام، مع توابلنا ملح وفلفل، كمون، كزبرة، بابريكا، كركم، والملح طبعا ده أساسي. حلو أوي، هنخلي السمك عايم في قلب التتبيلة. حلو، وناخد بعضينا كده ونوقف على النار نشوف هنشتغل ازاي. معايا حلة، وأنا عايز السمك ده بعد ما أعمله أقلبه في قلب الحلة. فكرة عمل المقلوبة مع بعض، أدي حلة كده زي دي زي الفل، عندي صينية على قدها، بحط معلقة زيت. حلو يا عم الشيف، بحط مع الزيت ده مكعبين من الزبدة. وحقوق الطبع لدينا وبس، معانا زبدة، الله، عندي بصلاية ناعمة، العب يا السمك، معانا عود زعتر حلو ينزل على البصلاية كده بالشكل ده، معانا فلفل أخضر وفلفل أحمر، بناخده وننزله على البصلاية دي زي ما هو كده ونقلب كل ده. أنا بحضر للرز. هنا في شوربة بتغلى على النار، أنا حريص عايز منها اللي هعمل بيها الرز. الشوربة دي عبارة عن إيه يا عم الشيف؟ عبارة عن روس السمك، ممكن تعدك قشر جمبري، بقيت أحسن مني. عندك عظم سمك شايلاه في التلاجة، بقيت أحسن مني. جوزك صياد وبيهوى الصيد في أجازته وبيطلع يجيب سمكتين حلوين كده ربنا بيرزقه، تاخد العظم بتاعهم والخياشيم بتاعتها والروز بتاعتها تشيلها في قلب الفريزر وتستخدميها من وقت للتاني. النار دي ضعيفة، ناخد النار الشديدة، اللهم صل على النبي، ونقلب كده. شغالين، معانا الرز بتاعنا، هنسقطه على الخليط الحلو ده كده. يا سلام، بيتكلم مصري. نعم يا غالي، والله اختياري، بس هي احسن حاجه تتعمل بالرز المصري. يعني لو عايز تعملها بالبسماتي مش هتقول لا، بس هو الافضل بالرز المصري. شفت الزعتر في قلب، انا هشيله بعد كده، بس انا عايزه كده يتقلم مع الايه، مع الرز. توابلنا، بهاراتنا على الرز، فلفل اسود، شويه كركم حلوين، الملح التمام، البهارات بتاعتنا، كل دول يتقلبوا يا عم الشيف مع بعض. بسم الله، زي الفل. اسيب الرز بقى ايه ياخد تسيبه كده وادوره مع التوابل، واوعى تحط ميه، انا هنا ايه بحمصه. شفت الشقاوه اهو، زي ما انا شغال كده. حبيت الرز هنا بتشرب ايه يا عم الشيف؟ التوابل، وحمصها. قال لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه. حبيت الرز لما تتحمص هنا وتشرب التوابل، عندي شوربه السمك هنا على النار، بمجرد ما احط من الشوربه دي على الرز، الرز هياخد طعم السمك. طعم السمك تاني جه منين؟ من قشر جمبري
رؤوس السمك في قلب الشوربه كده بتغلى على النار. شفت الحلاوه دي؟ عايزه تعملي شوربه سمك تاخدي منها، عايزه تعملي شوربه سي فود تاخدي منها، عايزه تعملي صينيه سمك بالبطاطس تاخدي منها زي الفل. نقلب الرز تاني من وقت للتاني بحمصه، ما تستعجليش. انا حاطط زبده وزيت واقلب لغايه لما اشم ريحه البصله بتتحمر مع الرز. هي دي التركايه عشان ناخد طعم الرز. العود الزعتر ده حلو قوي، هتلاقي شويه الرز هنا لهم طعم تاني. الارض الفلفل اللي رايح جاي مع الرز ده بيدي فليفر حلو، حاجه كده سبايسي على خفيف. ونقلب الرز. النظري بتاعنا اللي متعودين عليه من الشيف المغازي علشان نفهم العملي. حلو قوي السمك معانا اهوت، والرز جاهز والشوربه جاهزه. خطوات العمل اللي هتتم بعد الفاصل باذن الله تعالى، هناخد الرز ده بعد التحميصه الحلوه دي كده بننقله في جنب تاني، ونبدا نرص السمك طبقات مع الرز طبقات، وفي الاخر بنحط الشوربه بتاعتنا اللي بتغلى على النار العيار بتاعنا، ونكمر الحله كويس او نقفلها كويس ونسيبها على النار هاديه. اسمحوا لي اطلع فاصل عشان بعد الفاصل نشوف الحلويات بتاعت الشيف المغازي، سمك بولتي مع الرز. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما المغازي يقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه وبنطبقه عملي قدام حضراتكم اهو. معانا السمك متبل جاهز عايم في خليط من الحب، تومايه بصلايه سوري تومايه طماطم مبشوره ملح وفلفل وكمون وعصره ليمون وشويه كزبره وشويه شبت. معايا الرز ما زال على النار بيتحمص تاني عشان اللي ما خدش باله من الاول، كانك بتحمري شعريه، عباره عن بصلايه مع زيت وزبده. حمرتهم كويس، بعدين نزلت بالرز مع شويه الزعتر مع الفلفل مع البهارات، والرز بيتحمص على النار. ارفع الزعتر ده ملوش عوزه بقى زي الفل كده، وتعالوا نطبق الاكله دي في عجاله علشان معانا لسه شغل كتير تاني والوقت ما يسرقناش. حلو، ده مش عايزه خلاص. هاخد الرز زي ما هو كده، باخد منه شويه هنا كده الله، واخلي شويه. نبص على الحله دي كده قبل ما اشتغل فيها، شوف شويه الرز الحلوين دول اهم في قلب اهم في قلب الحل اهم 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 هو ده هو ده. لا زي ما هي، ما انا جايبها على النار اهو. حلوه قوي مخرجنا. هناخد السمك البلطي ده كده نرص هنا كده، سامعين الصوت ده كده؟ هي دي التركايه بقى. حلوه قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. واحده في النص عشان خاطر الحبايب، وناخد شويه رز مع فلفل. المكان اللي حطينا فيه سمك ما نحطش فيه تاني، والعكس صحيح. اهم حاجه تحميصه الرز، وواحده في النص وننزل بالرز. الرز هنا سخن خلي بالك. تمام يا عم الشيف، فاكرين ولا ناسيين التتبيله الحلوه دي كده اللي معانا من البدايه بتاعه السمك؟ ناخد من الشوربه الحلوه دي كده نحط عليها. يا دلعك يا شيف، يا مزاجك الرايق. شفت الحلاوه دي كده؟ دي شوربه سمك. هنا بتاخدي الشوربه او الميه اللي هي عيار الرز اللي انت غسلاه من الاول خالص. معانا تقريبا كوبايتين من الرز، هناخد الخليط ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، يلا اللحظات الحلوه. هو ده هو ده هو ده. يا سلام عليك يا شيف، دي ايه ده؟ مزيكا؟ نهزها هزه كده. واغطيها على نار هاديه كده، خلصت منها انا بقى. يلا اغطيها ولا ما اغطيها؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بتتكلم مصر في قلب الحله. اوزع لك الفلفل انا كده اهو، تحب انت الحاجات الحلوه دي انا عارف. تقول لي السمك هنا ايه؟ متدلع. شويه شوربه كمان
اوعي يا امي يا ست الحبايب يا غاليه يا عظيمه تغطي الرز غير لما يغلي ويبكبك على النار. حاضر عينيا، انا بس عايز اخد شويه شوربه. اه شفت ازاي؟ اه ده كرفس. اه شفت ازاي؟ الشوربه عندي. اوعى تحط ميه من البراد، تفصيل الطعم هنا. نوطي النار بقى. اه يلا بينا، تعالوا نشوفوا اللي بعده. ايه اللي بعده عندنا؟ عندي كفته سمك هعملها بالبرغل. اوطي النار خالص، اتقل على الرز لما يستوي. يلا بينا، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل كفته السمك بالبرغل. مقاديرها على الشاشه. معايا سمك فيليه قشر بياض خالي من الشوك والحسك، الحسك اللي هو الشوك، ودي مسميات. معانا برغل ناعم مغسول مسبقا، ومعانا بصل وتوم، فلفله حلوه. اللهم صل على النبي. تشتغل ولا ايه بقى؟ قولي لي. العب حلو. ناخد يلا بشتغل يا شباب، انا معاك اهو، ادوني التعليمات. سمك فيليه قشر بياض، برغل، بصل وتوم، كرفس، حله على النار بتسخن، قليل من الزيت والزبده للتسويه. اهم حاجه شويه الشوربه اللي عندي دول. بقول لك شويه الشوربه دول هنعمل بيهم ايه كمان دلوقتي واحنا مع بعض. شفنا المقادير، يلا بينا. حلوه قوي. هناخد السمك ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، قشر بياض هنا في قلب الكبه، يعني ده موجود. ما عندكيش قشر البياض بتجيبي فيليه بولتي، السمكة البولتي الكبيرة، بتوصل راجل السماك يخليها، وده اختياري زي الفل. أخلص من دي، أشيلها من هنا وأشغل الكبة بتاعتي. أوعى تحط حاجة تاني زي ما احنا كده. خلص الكلام. بص ايه الحلويات دي مع بعض. في شويه حب هنا، بتعملي كفته وانت عارفه بتعملي ايه. البرغل هنا بينضاف اول باول على السمك عشان نضمن عمليه الخلط. حلو، ده مهم جدا. اه شايف الخلطه دي؟ هي دي بقى. بص عليها تاني. آه. خلاص كده جاهزه، طلعها من قلب الكبه زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضيها في بايركس او طبق عشان نبدا نشتغل مع بعض ونشوف الشيف هيكمل ازاي. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، شفت العجينه دي؟ هو ده كان سمك فيليه من شويه. اه كبار السن، الاطفال الحلوين،
كل العناصر الغذائيه موجوده هنا. برغل يعني قمح كامل، فيه الحديد، فيه المعادن، فيه كل حاجه، فيه النشويات. شفت ازاي؟ نعم يا غالي، ممكن. مخرجنا الجميل سأل سؤال حلو قوي، قال لي ينفع بدل السمك جمبري؟ ينفع ليك انت جمبري، انا عارف الدنيا حلوه معاك. بدل السمك الفيليه ينفع جمبري؟ اه، بس هتعمل حسابك تستخدم جمبري لحم. كميه حلوه كده، تقريبا كيلو. الخلطه معايا جاهزه، معايا طاسه على النار، شوربه السمك ده انا عايزها. هقول لحضراتكم اعمل بيها ايه. نبص على الرز، بص على الرز وادعي لي. ونروق الدنيا دي كده. الله يا ام سهل، اهم حاجه يا امي وانت بتعملي سمك النظافه يا عروسه. عزم حماتك على سمك، والسمك بيحب الغلبه في المطبخ. اول باول كده زي ما الشيف شغال. اه شفت الدنيا رايقه ازاي؟ رايقه وفايقه. ادي السمك معايا جاهز، ومعايا النار الشديده دي اهديها هنا لو مش هتضايق مخرجنا. الرز جاهز معانا كمان 10 دقايق ونغرفه مع بعض، ومش هقلبه زي ما هو كده، بس انا كشفته علشان ايه؟ نشوفه مع بعض. اه السمك مع الرز كله مع بعضه بيستوي. هنوريك السمك دلوقتي طلع كده فص ابيض حلو زي الفل. التفاصيل هنا في قلب الحله، ولكن للامانه وللمصداقيه هي عايزه شويه شوربه. هزودها شوربه منين؟ من اللي عندي دي. اه سامع صوتك؟ اه هو ده المطبخ. وغطيها، لازم نغطيها حلو، ونبدا نساوي الكفته بتاعتنا على نار شديده. اللهم صل على النبي. طاسه على النار، صينيه على النار، صينيه في الفرن لو عايزه تسويها مفيش مشكله. بنحط في الصينيه دي زيت زيتون او زيت عادي اختياري. بيسالوني على السوشيال ميديا بتستخدمك لزيت الزيتون كتير؟ والله هو صحي وزي الفل وامن. عايزه تستخدمي زيت عادي مفيش اي مشكله. استخدامنا للماده الدهنيه علميا وطهويا حسب الحاله الصحيه. صحه بومب، استخدمي الزيت اللي انت حباه. وسمنة بلدي، بنعمل رجيم وعاملين كنترول، يبقى استخدامنا هنا للماده الدهنيه في كنترول كمان. هنبدا نشتغل في الكفته دي مع بعض. اللهم صل على النبي. مخرجنا نخليها فين؟ احطها لك دي، انا عارف مضايقاك، مضايقه ملاح. شويه ميه وابدا اتسلى كده وانا واقف ايه شغال. حلو، اخبار الزبده ساحت ولا لسه؟ نار شديده زي الفل. نبدا ايديا في الميه، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في العسل. نعمل كده اهو، كفته السمك على طريقه المغازي اهي، فيها حب. الله اكبر، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ اهو ونبدا نحمر. اهو شوف بقطع منها ازاي ملبن. عايزه تخلي اكبر من كده مفيش مشكله، عايزه تعملها بالطول اهلا وسهلا اهي. احنا واخدينها على شكل دي كفته اختياري زي ما انت عايزها، الاولاد يحبوها كده. اه تعلمها بصباعك كده. اه عايزه تشويها على السيخ اهلا وسهلا، بس في حاله لما تشويها على السيخ هتعمل ايه هنا؟ بتحطها في التبريد شويه عشان تمسك في السيخ. لا انت تولع وتخليك جدع بقى. لا هو ده اللي قدامي. حلو، طيب طب ما تطلعني فاصل ابن حلال انت. اه اعمل ايه بس؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. حاضر حاضر يا فندم يا مسهل. هنبدا ان احنا نصبع الكفته ونحطها في قلب الطاسه واحنا شغالين كده.
تعملي دوائر، تعملي أصابع، اختياري بقى، بس يفضل للأمانة هنا نار شديدة وزيت سخن، ولكن كمية الزيت مع الزبدة مش كتير. بالشكل ده كده خرجنا الجميل يرضى عني ويطلعني فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض بطاطس مشوية بالأعشاب، معايا شوية رز بيتكلموا مصري، هنكشف الغطا من عليهم كده ونشوف حلاوتهم وجمالهم، ومعايا كفتة ربنا يكرمنا إن شاء الله ونحمرها مع بعض ونشوفها بعد التحمير. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. البرغل دايما بيتحط في مكانه مع اللحمة مع الفراخ مع السمك، وجوده مهم جدا، وللأمانة وجوده بيلعب مركز الثقل في عمل الكفتة، سواء بنعمل كبيبة مقلية أو كبيبة صينية أو كبة مشوية، الكبيبة اللي عارفينها طبعا من المطبخ الشامي، أو إن أنا أخليه يشارك مع سمك فيليه. ليه يا عم الشيف؟ لأن البرغل طول ما هو محطوط في سائل بيفرز عضلاته ومقوماته اللي بتخليه مع الزيت مع سمنة مع مشوي سيد الموقف. هنا الكفتة بتستوي اهيت، أهم حاجة مش هنقلبها خالص دلوقتي، لأن وارد إن الأنبوبة ممكن زي ما حصل معايا يفصل الغاز، أنت ممكن الأنبوبة تفصل معاكي غاز وأنت شغالة، مع إن ما عادش في أنابيب دلوقتي كله غاز طبيعي، وارد، ولكن هتلاقي نفسك اتحطيتي في موقف هتعملي إيه؟ سيبي الحاجة وتبدأي تعلي النار تبقى نار شديدة ويبدأ التحمير يستمر عادي زي ما احنا شغالين. ولكن في سؤال اتسألته على السوشيال ميديا، شيف مغازي لو بحمر بطاطس واتفاجئت مثلا لو عندي غاز او عندي كهرباء ده حصل دروب ومفيش، اعمل ايه؟ البطاطس هنا تشرب زيت؟ ببساطة خالص بتطلعي البطاطس من الزيت وتسيبيها على جنب تصفي الزيت ايا كانت مرحلة السوى بتاعتها، لغاية لما ترجعي لمكانك تاني والزيت يسخن كويس تبدأ تنزلي بالبطاطس في قلب الزيت، يرجع الوضع كما هو عليه والبطاطس تتحمر من غير ما تشرب زيت. فرصة حبيت أجاوب على سؤال كتير بيشغل السادة المشاهدين. الكفتة بتستوي في النار، الرز أعتقد خلاص قرب يستوي، تعالوا نعمل البطاطس بتاعتنا ندخلها في الفرن حبيبي ده كده ونشيك عليه ناره شديدة. مقادير البطاطس المشوية بالزعتر على الشاشة، معايا بطاطس بتقشرها جاهزة ومحطوطة في مية بس من غير ملح، ومعانا شوية زعتر، معانا فلفل ألوان، معانا البهارات بتاعتنا، ونشوف نعملها مع بعض ازاي مع زيت زيتون وزبدة. المقادير على الشاشة، بطاطس مشوية بالأعشاب، هناخد البطاطس دي كده بالشكل ده كده ونقطعها كده، ممكن تعمليها مقلية تعمليها مشوية زي ما انت حابة. البوتاجاز بتاعك ما فيهوش مكان حطيها في الفرن، عايزة تقليها في الزيت تقليها، الله أكبر. قطع البطاطس مكعبات كده تقريبا يبقى الحجم واحد. شايف الكفتة بدأت تبين شقاوتها ازاي؟ بص أنا عارف انك بتحب الحاجات الحلوة دي، انا عارف بتحب الشقاوة البطاطس الكفتة وهي في الزيت، بس انا هدلعك، انا عارف انت عايز ايه. الله العظيم قريك، هتقول لي دلوقتي صح؟ ما هو لازم حضراتكم تعرفوا حاجة مهمة جدا، الشغل في المطبخ حاجة وانت واقفة كده مع نفسك زي الفل، غير لما الشغل على الشاشة، عشان نبقى واضحين وانتوا عارفين المصداقية. عيني انا عارف والله العظيم، ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش، خليك مع الله واعمل الطيب يا مدد. حلو الكلام. شفت انت الحلاوه دي؟ واحنا شغالين زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ الصوت بدا يظهر ازاي يا حلاوه؟ بص بص على الحلاوه، بص 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 من اللي في النص، اهي اهي اهي، بص اللي في النص اهي اهي اللي انت بتتكلم عليه، اهي شوف طالعه ازاي، اهي هو ده. وانا شغال. بص في النص. ناخد دي كمان، ناخد دي كمان. دي لانها في منتصف الفرن.
نفس القصة حبيبي. شفت وحطيت لك شوية فلفل حلوين عشان تحب الصورة الحلوة. شفت ازاي؟ هو ده. الله عليك يا عمش. زي الفل. حاجة تحفة. هو ده. طالما فيها برغل قلبك يطمئن. شفت ازاي؟ يا دلعك يا شيخ، يا دلعك يا شيخ. ما بتشتغل ورامي حمولك على الله ربك بيكرمك. بس هنبدا ان احنا نشوف الرز اخباره ايه. امان يا برنس حبيبي، مخرجنا شاطر وارد. الرز جاهز، كانك عامله مقلوبه مثلا، عامله كبسه. شفت الشقاوه دي؟ شفت الجو ده كده؟ شفت الشقاوه دي كده؟ هنجيب سرفيس دلوقتي نغرف الرز بتاعنا ده كده مع بعض، ونشوف السمك هنا اخباره ايه. يلا بينا، عايزين نشوف صوره حلوه يا عم الشيف. من ساعه ما اشتغلت وانت بتتكلم لغايه دلوقتي ما شفناش انتاج. وارد تقولي كده وانت قاعده، هسامحك لغايه لما تشوف الحلويات. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، يلا بينا هناك. يلا هنا، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلاوه. نعم، عايز تشوف سمك انت، انا عارف مالك انت ومال الرز. بس للامانه والله العظيم تاكل الرز وتسيب السمك. اوريك الفص الابيض انيه. شوف الفص الابيض عامل ازاي. بص بص بص، دهب ده ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده على فين؟ شفت الحلاوه؟ هو ده. والله اللي عايز يجتهد بقى يضرب الشوكه بتاعته والسكينه بتاعته والطبق بتاعه، طلع حته السمك الحلوه البولت الحلو ده كده مع شويه رز. والامانه وانتوا عارفين الشيف صادق معاكم، ياكل الرز ويسيب السمك. الف هنا وشيف يا عم الشيف. البرزنتيشن بتاعي عود زعتر حلو كده، جوزي بيحب الحر، انا شخصيا بحب السفره يبقى عليها حر كده. بقت عروسه على السفره. اشتغل في البطاطس بتاعتنا، كفته ما تقلقش عليها، انا مطمئن. حلو، بص عليها كده ودلعها. هناخد البطاطس دي بعد التقطيع الحلوه، زي ما هي كده بنحطها في البايركس ده كده. هنعملها بطريقه دلوقتي لطيفه وحلوه، دخلها الفرن، وصل لك فكره حلوه. تقدم البطاطس بشكل جديد زي ما هي كده، تبدأ تحط عليها البهارات، شويه الزعتر الحلوين. شفت ده كده؟ هو ده. البطاطس دي في مطاعم بتعملها بتقدم الطبق بالشيء الفلاني. حلو، ده زعتر. الزعتر ده مفيد جدا، بيعطر المعده ويخلص المعده من الحاجات والفضلات. شايفين الزعتر في قلب البطاطس حلو ازاي؟ حلو. ناخد الفلفل ده كده، الاطفال هنا بقى يحبوا الالوان دي مع البطاطس، مش متعودين دايما ياكلوا بطاطس ايه ما فيهاش الخضره دي. احنا نحط على الفلفل ده كده الوان بيخش مع البطاطس دي، وندخلها الفرن في درجه حراره 180. فلفل اخضر على فلفل احمر على اصفر زي ما انت عايزه، مع شويه اعشاب حلوين. ولكن هدف النهارده ان انت بنفس الماتيريال او بنفس المكونات اللي عندك، سمك فيليه قشر بياض، جبنه عملناه كفته، عندنا سمك بولتي. الله، شفت الحلاوه دي كده؟ زي الفل. هناخد البطاطس دي نحط عليها شويه زيت زيتون
وندخلها الفرن. خلي بالك بنغرف الكفته بتاعتنا الحلوه دي كده. زيت زيتون، بهارتنا، شويه ملح وشويه فلفل. هنعتمد على الاعشاب عشان لسه في شغل في الكفته بتاعتي. الله، يلا بينا، يلا بينا على الفرن نشوف الشقاوه. يلا بينا. درجه حراره الفرن عندي 180. يلا يا حبيبي. اللهم صل على النبي. لا وبعدين بطاطس طلعت، نزلت بطاطس، ولكن بنقدمها بشكل جديد وبطعم جديد. هندخلها الفرن بالشكل ده كده. الله، يلا بينا. زي الفل، نعمه. تعالوا نغرف الكفته بتاعتي. تستاهل الطبق الحلو السمك ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الله، دي الكفته شايفه طالعه زي طالعه لوحدها من قلب الصينيه. وحطيت لك فلفل بقى، ايه والفلفل المستوي ده جنب الكفته ومن جور السعيد بيسعد. الف هنا وشفاء للي ياكل. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ يا نعم. ده انا مدلعها لك اخر دلع اهو. الفلفل الحلو ده انت بتحبه. بعدين دايما السبايسي اذا كان شطة او فلفل. الرز اللي مع السمك ده فيه تفاصيل كتيرة للسادة المشاهدين. دايما السمك البلطي محددين اقامته، يتعمل مقلي، مشوي، صينيه، ولكن نعمله مع رز. نختار السمكه زي ما قلت لحضراتكم الثلاثه في الكيلو او الاربعه في الكيلو، بيكون الحسك هنا قليل جدا اللي هو الشبار يعني. قطعت الرز بتاعته حطيتها في ميه، سلقتها وخدت الشوربه بتاعتها، شربت بها الرز اللي احنا عملناه. وفي الاخر التفاصيل بقى اللي حضراتكم شفتوها، ان انا حمرت الرز، حمصته تحميصه حلوه. في الاخر يا عم الشيف نزلت بالسمك، طبقات من السمك، طبقات من الرز. ايه رايك مكانه حلو هنا ده كده؟ زي الفل. نشيل كل ده من هنا. تمام حبيبي. دايما الحاجه اللي بنعملها في متناول الجميع، وخاصه انا اخترت البولت النهارده لان البعض ممكن يعمل سمك الدنيس، يعمل سمك القاروص، سمك الجزل، سمك اللوت، سمك الوقار، سمكة الدراك اللي هو الكنعد، مسمى في الخليج بتاعه كنعد، الحاجات دي كلها. ولكن اختار البلطي، يعني بقول لك ان سمكة البلطي دي عزيزة حلوة، بنصدرها للدنيا كلها، تقدر تستخدميها زي ما انت عايزة، وتفاصيلها كتير قوي على فكرة. فان انا استخدمها مع رز النهاردة دي حاجة حلوة. طبعا السمك يحب الليمون، والليمون يحب السمك، هما كده في بينهم ايه وصال. هناخد كده، ده ليمون اهوت. البطاطس معايا في الفرن، انت عرفت فكرة البطاطس مشوية بالأعشاب. وارد السمك اللي في قلب الرز ده نطلعه كده، وشفنا الفص الأبيض طالع حلو ازاي بالشكل ده كده. الشوربة اللي عندي دي عايز اتكلم عنها عشان ده ما يفوتناش. الله، عايز اقول لك على حاجه حلوه بقى، وده المفيد وده اللي تطلعي بيه من الحلقه بتاعتي كمان، مهم جدا. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين، انت عملت شويه شوربه حلوين جدا. الشوربه دي ما ترميهاش. شفت البهريز ده كده؟ دي تتصفى بمصفاه ناعمه. دي مهمه جدا على فكره، ده اللي يهمني الموضوع. روس السمك دي ممكن تكون روس سمك لوت، سمك قاروص، سمك وقار، جايباها مصطادينها. قشر جمبري، بتاخد البيون ده او الشوربه دي، خلي بالك دي كنز. انا بالنسبه لي عندي كنز كراجل شيف ومريض مطبخ ومريض طاي، فالحاجات دي بهتم بيها. انت ممكن ما تهتميش بقى في المطبخ، تجرميها في الحوض وخلاص وخلصت منها. دي تتشال زي ما هي، شفت اللون الفض ده، جاب لون سيلفر ده، هو ده. تتصفى كويس وتتحط في
علب بلاستيكيه وتتشال في الديب فريزر. عايزين نعمل شوربه سي فود، الموضوع في 5 دقايق تعملي شوربه سي فود. هتطلعي الشوربه دي بتخفيها في ميه، ده البسك بقى بتاعنا، وتخفيها في ميه مع حليب مع كريمه لبانه، عملت احلى طبق شوربه سي فود. عايز تعملي صينيه بطاطس صينيه سمك بالبطاطس، هتطلعي الشوربه دي علبه بلاستيكيه وتبداي تعملي صينيه البطاطس بالسمك او السمك بالبطاطس زي ما انت عايز. عايز تعملي شوربه صياديه وهكذا، عايز تعملي رز صياديه وهكذا. ده اللي انا عايز اوصل له، ان احنا لما بنعمل فكره بسيطه وسهله مش مكلفه حاجه لازم نستفيد بيها، لان الخبره الطهويه دي مش بتيجي من فراغ، مش بتيجي واحنا قاعدين كده بس بنفتح التلفزيون الشيف قال لا، دي خبره السنين بنقدمها لحضراتكم علشان نستفيد بيها، وعشان كمان ناخد الصواب وناخد دعوه حلوه لكل الامهات اللي بتتابعنا وكل البنات الحلوه وكل العروسات الحلوه اللي لسه الف باء مطبخ او سنه اولى مطبخ، ازاي السمك البلطي يتعدد استخدامه ونعمله بطرق كثيره، منها الرز النهارده والسمك الفيليه عملناه كفته بالبرغل اللطيفه وجميله مقرمشه زي الفل، ولكن البطاطس عندي في الفرن الوقت طبعا سرعنا، بس انا عايز اوصل لك فكره حلوه، البطاطس في الفرن شوفها اهي، دي عايز لها تقريبا كمان للامانه 20 دقيقه هتاكل بطاطس كريسب برده مشويه بالاعشاب والزعتر، حاجه غير المقليه لطيفه وجميله. تحب تطلعها؟ ممكن اطلعها مفيش مشكله زي ما انت عايز. اه هنحطها هنا اه عشان برده الساده المشاهدين يشوفوها. حلو. اه انا ممكن اعملها مقليه في الزيت، بس انا مش عايز يبقى هي شايله زيت. اه شفت البطاطس دي؟ اه دي زي ما هي كده تتشوي معاها اعشاب معاها فلفل الوان، والاطفال للامانه بيحبوا الالوان واخدين على شكل الالوان والرسومات، لما يلاقوا طبق زي ده على السفره بالتاكيد هيسالوا مامتهم يقولوا لها انت عملتيها ازاي. يعني اقول باختصار شديد مطبخنا متعدد في افكار بسيطه وسهله، ولما بقول يعني تفاصيل بسيطة ولكن بشكل جديد وطعم جديد، الكلام ده مش من فراغ، يعني رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.